لنا كمسلم وانت بتتكلمي عن ان يسوع قصد انه يذهب للصليب وان موته لم يكن موتا مشابها لسائر البشر، ايه ده ادلتك او براهينك اللي بتقدميها عن قيامه يسوع المسيح؟ اللي بيثبت قيامه يسوع المسيح؟ هناك براهين عديده اخي اندريو على قيامه المسيح من الموت. اولا القبر الفارغ، لما المريمات راحت عند القبر في فجر الاحد وجدوا القبر فارغ والحجر مدحرج عن باب القبر، وده امر عجيب جدا. شوف الكتاب يقول ان المريمات كانوا في الطريق بيفكروا يقولوا مين ممكن يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. فالكتاب في مرقس 16:3 بيقول وكنا يقولن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر، فتطلعنا وراينا ان الحجر قد دحرج لانه كان عظيما جدا. فانا قرات ليه الجزئيه الخاصه بالحجر دي. الكتاب بيقول ان اليهود قالوا ان تلاميذه جم بالليل وسرقوه من القبر. طب ازاي الحجر بهذه الضخامه وجم تلاميذه حركوه بالليل من غير ما الحراس الرومان على باب القبر يشوفوه؟ هياخدوا بالهم ويشوفوه. لا يمكن الحراس يكونوا ناموا، لانه اكيد كان في ورديات، حتى لو بعضهم كان نايم بالتاكيد كان في صاحب، يعني اصحاب الورديه دي كانوا صاحيين، والحراسه اكيد كانت مشدده جدا، لان في حد من كتبه اليهود قال لبيلاطس ان يسوع قال ان هو هيقوم من الموت في اليوم الثالث. ده لما بس بطرس كان في السجن كان عليه 4 أرابع من العسكر بيعملوا عليه ورديات، فما بالك قبر يسوع الناصري اللي هو قال ان هو هيقوم من الموت. وكمان القبر كان مختوم بامر الحاكم الروماني، يعني مين ده اللي يستجرى يقرب من قبر مختوم مع قسوه الرومان وايضا قسوه المجمع اليهودي لو عرفوا ان حد عمل كده؟ ولو التلاميذ سرقوا الجسد، يعني بالمنطق ليه تعرضوا لكل الاضطهادات والعذابات ديت في التبشير؟ عشان عمليه يعني تمثيليه هم اللي عملوها بنفسهم، ده كلام مش منطقي. الحاجه الثانيه كمان انه لما المريمات دخلوا القبر لقوا الكفن واللفائف موجوده داخل القبر، فهل تلاميذ المسيح سرقوا الجسد عاريا بدون كفن ولا لفائف؟ وده سؤال غريب جدا اختي لونا، لكن بستاذنك في فيديو للدكتور ذاكر وهو يعني شبيه في حواراته باحمد ديداد وبيطرح اسئله وتخيلات. خلينا نشوف الفيديو ونرجع لاختنا لونا. شوف الدكتور ذاكر بيقول ايه. في انجيل يوحنا الاصحاح 20 15 16 17 لا تلمسيني، لا تلمسوني كذلك. هل هو ديناميت حتى لا يلمسه احد ينفجر فيه؟ هل هو روح؟ هل الروح تلمس؟ لانه كان جسدا، فالذي يقول لا تلمسني يكون جسدا لا يكون روحا. إذن فالذي وضع على الصليب بزعمهم كان جسدا. أيضا في يوحنا الإصحاح 20 الآية 17 أنا لم أصعد بعد إلى والدي إلى أبي، أنا لم أمت. الدكتور ذاكر معرفش الفيديو فيه جزء ناقص، متأسف، بياخد الجزء الآية اللي بتقول فقال لها، بيتكلم مريم المجدلية لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. هو بيطرح فكرتين، وخلال الفيديو اللي يحب يشاهده بعد كده دكتور ذاكر معرفش جاب منين الفكرة دي أنه توهم أو تخيل أو شبه له أن احنا بنعتقد أن المسيح كان خيال أو كان مجرد روح موجود على الصليب، أو أنه لما قام من الموت هو روح مش جسد حقيقي. فهو بيحاول يثبت للموجودين أنه المسيح كان جسد، وقال لمريم المجدلية لا تلمسيني، ده دليل على أنه كان كائن جسدي حقيقي موجود قدامها. ولما قال لها أني لم أصعد هو بياخد ده دليل على أني لم أصعد، إذن لم أرفع، إذن لم أبعث، إذن لم أمت من الأول، والدليل أن أنا حي موجود قدامك يا مريم المجدلية. روح قولي للتلاميذ أنا حي، ما صربتش ولا مت ولا بعثت ولا صعدت ولا رفعت. أختي لونا بتعلقي على الدكتور ذاكر وتخيلاته؟ الحقيقة
الدكتور ذاكر يعني كأنه بالظبط واحد ألف أغنية وصدقها على نفسه فيها. ألف حاجة وصدقها وعاش فيها. بالظبط عاش فيها وبيرد على نفسه فيها وبيوهم الموجودين كلهم إن بما أن إذن ده كلام مش حقيقي لأن المسيح كان روح وجسد أمام مريم. على فكرة اليهود لما بييجوا يكفنوا ميت بيلفوا دراعاته الأول كل دراع لوحده وبعدين يلفوا رجليه كل رجل لوحدها وبعدين يحطوا الكفن الكبير حوالين الجسد كله وكل اللفائف دي كانت موجودة في القبر وكمان المنديل كان متطبق بعناية زي ما حضرتك قلت في الأول. أنا عايز أوضح حاجة يا أخت لونا لأن أنت طرحتي فكرة رائعة جدا لإخواتنا المسلمين. التكفين وطريقة التكفين عند المسلمين مقتبسة أو مشابهة جدا لطريقة التكفين بتاع اليهود، إن الشخص بيتلف بقماش يربط عند الرقبة، تربط كل إيد مع الفخذ اللي هي متواجدة جنبيه، وبعد كده تتلف رباط ما بين الإيدين وهي مربوطة على الرجلين، وبعد كده بتربط الرجلين، وبعد كده الرجلين أيضا مع بعض بيتربطوا. إيه الدليل؟ إيه الدليل يا أخت لونا؟ فاكر الموقف لما الرب يسوع كان بينادى على العاذر وخرج العاذر قال لهم ايه؟ يداه ورجلاه مربوطتان وقال لهم ايه؟ حلوه حلوه ودعوه يمضي. بالظبط حلوه من ايه؟ من الاربطه. مظبوط بالظبط مظبوط. فمع كل اللفائف ديت والمنديل موضوع بعنايه عند موضع الراس اللي هيجي يسرق الجسد ده هيقعد يفك كل وليه اساسا يفك كل ده ليه؟ واضح ان المسيح خرج من اللفائف والكفن بطريقه معجزيه لا محاله، ولا زال كفن المسيح شاهد صادق موجود في مدينه تورينو بايطاليا ومطبوع عليه جسد المسيح لانه لما قام بجسد نوراني ممجد انطبعت صورته على الكفن، كمان ظهوره للتلاميذ بعد قيامته، هو قال لهم قبل الصليب ان هو هيسبقهم للجليل بعد قيامته وده اللي حصل، وظهوره في العليا والابواب مغلقه وقبلها ظهور تلميذي عمواس في طريقهم راجعين من اورشليم بعد صلب المسيح لقريتهم عمواس. وهنا في نقطه اخي اندرو احب اسلط عليها الضوء. الو ايوه انا معاكي يا اختي لونا اتفضلي. قريه عمواس بتقع على بعد 60 غلوه من اورشليم والغلوه بتساوي 185 متر وشراح الكتاب قالوا ان المسافه دي بتستلزم على الاقل 6 ساعات مشي. الرب يسوع مشي معاهم الطريق كله لحد ما دخل معاهم بيتهم بالزبط. وكانت عيونهم ممسكه عن ان هم يعرفوه لحد ما دخل معاهم البيت، مشي معاهم طول الطريق يشرح لهم جميع النبوات والرموز اللي وردت عنه في العهد القديم. الكتاب بيقول وابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به من جميع الكتب، يعني من جميع أسفار العهد القديم. أكيد قال لهم أنا هو خروف الفصح وأنا هو إشعياء 53 وأنا هو مزمور 22، قال لهم كل ما يختص بميلاده وصلبه وموته وقيامته. يمكن ده كان أطول درس كتاب في التاريخ. أنا عاوز أقول في الجزئية دي إن 6 ساعات في شرح نبوات عن المسيح في العهد القديم بتأكد ان هو محور كل النبوات، شخص المسيح الفادي واللي جات عنه اكتر من 300 نبوة في العهد القديم. يبقى بأي منطق نصدق ان في نبوات في العهد القديم جات عن نبي او عن اي شخص اخر؟ بأي منطق؟ عايز بس اضيف معلومة قبل ما ناخد تليفون، وانا بشجع اخواتي المسلمين التليفون مفتوح، اطرح سؤالك اطرح فكرتك احنا بنحاول نجاوب من خلال خلفيتنا الإسلامية السابقة أنا وأختي لونا على كل الأسئلة اللي كانت بتدور في ذهننا، كل الأسئلة المطروحة واللي تناولها أحمد ديداد وتناولها شيوخ سابقين وتناولوها المسلمين خلال عدم مفهومهم أو فهمهم للصليب وما تم في الصليب والقيامة وبراهين القيامة وأدلة القيامة. لكن عندي فكرة صغيرة تعلمتها جدا ولما سمعتها، حسب عادة اليهود أن لما يكون الشخص معزوم في بيت وقاعد على الترابيزة أو الحاجة اللي بيأكل عليها، لو هو هيقوم وهيرجع تاني يكمل أكله بيروح ماسك المنديل لفه ووضعه على جنب. الموقف ده بيعلم الشخص صاحب البيت أو الشخص اللي قاعد موجود معاه ترابيزة أن الشخص ده رجع تاني. حتى في النقطة دي المسيح عملها في النقطة دي بالذات بتاع المنديل. طيب يا جماعة لو الموضوع خيال وقصة ووهم ليه الذكر المنديل؟ دي نقطة. النقطة التانية لو التلاميذ دخلوا عشان يسرقوا الكفن، دنيا ضلمة خايفين من الحراس خايفين من الناس
باقصى سرعه هيحاولوا يقصوا الاكفان ويرموا كل حاجه وياخدوا الجسد يشيلوه ويروحوا طالعين وما بيبصوا شمال يمين ويجروا. هل فيهم دماغ وعقل وراحه بال يقعدوا يطبقوا المنديل ويحطوه على جنب؟ تطبيق المنديل ولفه وموضوعه على جنب، المسيح بيستخدم نفس الاسلوب اللي بتفهمه اليهود حسب ثقافتهم وعاداتهم، ان طالما المنديل ملفوف ومحطوط على جنب معناه انا راجع تاني، انا قمت، انا اللي قمت، محدش اجبرني على القوم، انا اللي قمت بنفسي بكامل سلطاني، انا مت بكامل سلطاني وبارادتي الحره، وانا قمت بكامل سلطاني وبارادتي الحره، وانا راجع تاني، المسيح قادم تاني. هناخد